بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة. عندنا حلقة يعني كعادة كل يوم سبت بيبقى بداية الأسبوع وماتشات كتيرة جدا، عندنا ماتشات محلية في الدوري، عندنا ماتشات أفريقية. الأهلي النهاردة لعب مع يانج أفريكانز وتعادل 1-1، بيراميدز خسر من نواديبو الموريتاني 2-0 في دوري أبطال أفريقيا، بكرة الزمالك هيلعب مع سوار الغيني، فيوتشر هيلعب في الكونفدرالية كمان بكرة إن شاء الله مع الهلال الليبي إن شاء الله. عندنا أخبار كتير وعندنا حاجات كتير هقولها لكم يعني على بداية الأسبوع بقى إن شاء الله. النهاردة كمان في القرعة بتاعت بطولة أوروبا، بطولة أمم أوروبا النهاردة المجموعات اتعملت وهنقول لكم برضو القرعة. عايز أبدأ الحلقة بشكل مختلف شوية. الأسبوع اللي فات كنا عملنا لقاء من خلال زوم مع ويسلي شنايدر نجم منتخب هولندا السابق ولاعب انتر ميلان وريال مدريد وجلطة سراي التركي، يعني لعيب من اللعيبه الكبيره في العالم. النهارده حتى كان بيسحب قرعه بطوله امم اوروبا من خلال الاتحاد الاوروبي لكره القدم، ويعني كان عملنا لقاء لذيذ كده، يعني كان شرف ليا ان انا استضيف نجم عالمي من خلال برنامجنا كوره كل يوم في قناه الحياه، وكان اللقاء حوالي 12 13 دقيقه على الهواء مباشرة من خلال زوم. النهاردة لقينا الصحف العالمية كلها بتبرز الحوار وبتبرز تصريحات ويسلي شنايدر عندنا هنا في قناة الحياة، ودي كانت حاجة رائعة جدا. النهاردة صحف عالمية في انجلترا وفي اسبانيا وفي البرازيل وفي الارجنتين وفي هولندا بتبرز تصريحات ويسلي شنايدر من خلال برنامجنا كورة كل يوم، ودي حاجة رائعة جدا جدا. معانا نجم عالمي والصحافة العالمية يعني تابعت، هجيب لكم كمان بالصوت والصوره دلوقتي الصحف العالميه كلها كتبت وبتبرز تصريحات ويسلي شنايدر اللي هو قالها لنا معانا هنا في البرنامج. دي جريده او صحيفه الاس الاسبانيه بتتكلم طبعا على ان ويسلي شنايدر يتكلم معانا، وكان كلامنا كنت سالت له سؤال عن ميسي، قلت له انت تعرضت للظلم في 2010 ان يعني ليونيل ميسي خد الكره الذهبيه وانت ما خدتهاش رغم ان انت كنت محقق المركز الثاني مع منتخب هولندا في كاس العالم، وحققت مع انتر ميلان دوري ابطال اوروبا والدوري الايطالي. فجايبين هو يعني شنايدر قالك لا انا يعني ما بهتمش بالجوائز الشخصيه، اهم حاجه الجوائز الجماعيه، يعني اخد بطوله مع المنتخب مع الانتر مع النادي او ريال مدريد الانديه اللي كان بيلعب فيها. فابرزوا تصريحات قالك لا انا ما اتظلمتش، يعني ترجمت الجمله دي اللي في الاخر. انا طبعا بالاسباني فانا ما بعرفش اسباني، فالترجمه يعني بيقول لك ان هو كان يستحق الكره الذهبيه. وحتى بصوا كايبين على تصريحاته في قناه الحياه، شايفين الحته اللي باللون الاحمر دي، الصحيفه قالت ان هو اتكلم وقال تصريحات في قناه الحياه، ودي حاجه كويسه ان يكون عندنا نجم عالمي معانا هنا في كوره كل يوم، والصحيفه الصحف الاسبانيه والصحف العالميه بتبرز الحوار. دي صحيفه الماركا الاسبانيه برضو من كبرى الصحف في اسبانيا، صحيفه الاس وصحيفه الماركا، وفي صحيفه سبورت من اسبانيا برضو، دي صحيفه سبورت من اسبانيا برضو ابرزت التصريحات بتاعت ويسلي شنايدر من خلال قناه الحياه وبرنامجنا كوره. بس انا زعلان منهم بصراحه، الصحف دي ما قالوش كريم حسن شحاته، يعني قالوا قناه الحياه بس ما قالوش كريم حسن شحاته. دي برضو صحيفة اسمها فوتبول نيوز هولندية، انتوا عارفين ويسلي شنايدر هولندي طبعا من نجوم الكرة الهولندية، ودي شبكة يو او ال البرازيلية برضو جابت تصريحات شنايدر معانا في قناة الحياة وبرنامجنا كورة كل يوم. فيعني الحمد لله ويسلي شنايدر طبعا نجم عالمي كبير، لما بيطلع يتكلم في برنامجنا هنا والصحف العالمية دي تبرز التصريحات، حاجة رائعة جدا بتشرف بيها. وبشكر صراحة يعني زملائي في الإعداد وفي الإخراج، طبعا زميلي العزيز رئيس التحرير محمد عراقي وسيد نبوي اللي دايما بيجيب لنا نجوم عالميين، يعني أنا عايز أعمل كده مقتطفات لو سيد سامعني في الكنترول يجيب لنا كل النجوم العالميين اللي احنا اتكلمنا معاهم هنا في كورة كل يوم. احنا اتكلمنا مع روبرتو كارلوس ألبرتو بيريرا مدرب منتخب البرازيل، واتكلمنا اعتقد مع ديلبوسكي صح؟ ديلبوسكي وفالكاو نجم الكره البرازيليه وريجي ميلا اعتقد، يعني اتكلمنا مع ناس كتير جدا نجوم عالميين. هنحاول نجمع يا سيد بعد اذنك كانت تجمع لنا الحاجات دي، ان الحاجات دي تاريخ والله تاريخ، يعني بيبقى حاجه رائعه جدا ان انت بيبقى معاك كل اسبوع او كل اسبوعين نجم عالمي كبير
من خلال برنامجنا ومن خلال طبعا قناه الحياه اللي انا بتشرف اللي انا موجود في قناه الحياه، ويعني قناه دايما بتزود اي حد، وقناه مميزه جدا جدا. فبشكر انا مجرد مذيع في البرنامج، الناس اللي ورا الكاميرات بقى الاعداد والاخراج والمونتاج، ويعني زملائي كلهم هم بصراحه اللي بيعملوا شغل جامد جدا، وانا اللي بظهر الشغل ده، لكن هم اللي بيتعبوا اكتر مني. انا باجي ساعات الاقي الشغل جاهز، فبشكر فريق اخراجي وبشكر فريق الاعداد طبعا بقياده زميلي العزيز النشيط جدا والمميز جدا محمد عراقي، واحمد سعيد مخرجنا، وعطيه وكل الطاقم طبعا بشكرهم شكرا جزيلا. وبشكر السيد نبوي على وجه التحديد، ان السيد نبوي بيجيب لنا الشخصيات الجامده دي من خلال نجوم الكره العالميه. طيب خلينا نبدا، عايزين نتكلم في شويه حاجات كده، وهبدا بمباراه الاهلي النهارده ويانج افريكانز. الاهلي برضه رغم ان فريق يانج افريكانز مش من الفرق الافريقيه القويه، بس برضه الاهلي النهارده ما عجبنيش. يمكن الشوط الثاني شويه الاهلي كان افضل. الشوط الاول كولر اختار، مش عارف كولر ليه قلقان كده الفتره دي، ما بيلعبش بجرأة زي ما كان بيلعب قبل كده. يعني الشوط الاول النهارده الاهلي كان بيدافع في نص ملعبه وبيحاول يقفل المساحات، مفيش هجمات مرتده كتير للاهلي. الاهلي دايما عنده شخصيه، دايما الفرق المصريه الاهلي او الزمالك، والاهلي طبعا الفتره اللي فاتت ان هو بطل افريقيا، يعني بيحقق بطولات في السنوات اللي فاتت، فهو الاهلي فريق عنده شخصيه، وفريق دايما الفرق الاخرى في افريقيا بتخاف منه. فمش شايف شخصيه الاهلي في الفتره دي، يعني مش انا مش بقطع ولا لكن انا بتكلم في الواقع اللي احنا فيه. احنا دايما بنشيد بالاهلي، بنقول الاهلي كذا والاهلي بطل والاهلي، لكن اليومين دول انا مش شايف شخصيه الاهلي. يمكن النهارده فريق يانج افريكانز مش سان داونز، مش الوداد، ولكن كولر كان عامل له حساب قوي. يمكن كولر بدا يتوتر شويه بسبب الانتقادات هنا في مصر من الجماهير، الجلسه اللي كانت مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، فبدا يقلق، بدا يعني يبقى حريص شويه في طريقه لعبه عكس ما كان قبل كده بينزل وبيهاجم وبيضغط وعنده الاوراق. يعني الاهلي عنده لعيبه كواليتي عالي جدا يقدر يشتغل، ويعتبر زي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت الاهلي من اقوى الفرق في افريقيا، هو وسان داونز اقوى فرقتين في افريقيا، لكن الفتره دي الاهلي مش في حالته. وكولر برضو مهزوز شوية في الفترة دي زي ما قلت لكم، في انتقادات من الجماهير، هو نفسه عنده بعض القرارات كده في التغييرات، في إدارة الماتشات، في التشكيل، في التغييرات الكتيرة، أفقدت الأهلي شوية شخصيته الفترة اللي فاتت سواء في الدوري أو في أفريقيا. شفنا طبعا يعني أول مرة في فترة قصيرة جدا الأهلي يخسر بطولتين، اللي هو الدوري الافريقي وقبليه كان السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه. فالاهلي ما بيلعبش بقوته، ما بيلعبش بشخصيته، في توتر، في حرص زياده عن اللزوم. النهارده مستر كولر ادى فريق يانج افريكانز احترام زياده عن اللزوم، واشتغل في الشوط الاول بشكل دفاعي بشكل كبير جدا. الشوط الثاني بقى بدا يهاجم وبدا يشتغل، وبدانا نشوف نادي الاهلي بيهاجم من ناحيه علي معلول، من ناحيه اليمين، من ناحيه محمد هاني. امام عاشور النهارده ما كانش في حالته خالص، من اوحش الماتشات اللي اشوفها لامام عاشور النهارده معظم الشوط الاول. ميس باص ده اللي خلى كمان مستر كولر يغير امام عاشور بين الشوطين وينزل قفشه، قفشه غير اداء الاهلي، قفشه اشتغل. انتوا عارفين قفشه كورته حلوه وبيلعب السهل وبيتحرك وبيسهل الامور على زمايله في نص الملعب. فزي ما قلت لكم الاهلي النهارده ادى احترام زياده عن اللزوم ليانج افريكانز، وكمان الاهلي ما ظهرش بالمستوى وبالشخصية اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي. المباراة كانت هتروح للاهلي، والاهلي سجل هدف طبعا زي ما شفنا، وقدر النادي الاهلي يعني يجيب هدف في بيرسي تاو من خطأ من دفاع يانج افريكان في الدقيقة 86. ولكن الاهلي بعد ما جاب الجون في الدقيقة 86 ما قدرش يعني حسسنا ان الماتش خلص، من هجمة برضو غريبة كده الفريق يانج افريكانز قدروا طبعا خطأ دفاعي كبير من دفاعات النادي الاهلي، انه اللعيب بتاع اللي هو زوزا ده ولا زوزو ده لاعب فريق يانج افريكانز دخل وسط اربع لعيبه ما حدش ضغط عليه وشاطها من زاويه ضيقه جدا، حاول الشناوي معاها خبطها يعني صدها بايده ودخلت في المرمى. فبقول لكم الاهلي يعني في الفتره دي لا مش هو الاهلي. طبعا تم تأجيل مباراة الأهلي وزد في الدوري،
وبالتالي الاهلي المباراه القادمه هتكون مع شباب بلوزداد الجزائري ان شاء الله في الجوله الثالثه. طيب خلينا نروح لكابتن شادي محمد ونشوف برضو ايه رايه في الاهلي، واكيد برضو هو مش مبسوط من اداء الاهلي زي ما انا مش مبسوط من اداء الاهلي النهارده. يا كابتن شادي ازيك؟ كابتن كريم تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي. حبيبك كابتن شادي، اخبارك ايه؟ حبيبك كله زي الفل الحمد لله. النهارده قلنا الاهلي يعني هيفوق على حساب يانج افريكانز، لكن برضو يعني مش عارف ما شفتش برضو شخصيه الاهلي. كولر احترم فريق يانج افريكانز زياده عن اللزوم في الشوط الاول. ممكن برضو في نقطه انا ما قلتهاش من شويه، الرطوبه والحراره، كان واضح ان الدنيا حر ورطوبه في ملعب المباراه في تنزانيا. ايوه احنا كان في الاول وفي الاخر كنا بنطمع للنادي الاهلي يبقى عنده 6 نقاط مش 4 نقاط. ايوه وتحسن من بدري، خصوصا كمان بعد هزيمه شباب بلوزداد كنت تلعب هنا باريحيه ويبقى عندك 9 نقاط وتحتل قمه المجموعه من بدري. دي الحسابات دايما في افريقيا. ايوه فيما يخص الاداء، انا قلت لك في مداخله الاسبوع اللي فات في عدم استقرار فني. ليه علاقه بالروتيشن، ليه علاقه فعلا اللي انت تحترم المنافس زياده عن اللزوم، لان هو في الاول وفي الاخر انت اسمك كبير جدا في افريقيا. ايوه فلو انت خصوصا كمان الشوط الاول ما بتبقاش مرعب وبتلعب بحاله هجوميه بشكل كبير جدا، بتدخل اي فريق في المباراه لان هو بيبقى عامل لك مليون حساب بتاريخك واسمك وبطولاتك. ده اسم الاهلي في افريقيا. أيوة. بتدخل الفريق في المباراه بيبقى فيه نديه، بيبقى فيه عوامل كتير جدا بقى بنمر بيها في افريقيا بتضطر انت تتعرض ليها عشان انت ما كنتش شارس. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا قلت لك من الاول وده رايي وبخبره كبيره جدا ومش هتلاقي ناس تتكلم في الموضوع ده. لما بتكسب عدد بطولات كتير وتعمل موسم غير عادي في ارقام قياسيه، في احسن خط دفاع، في احسن خط هجوم، في احسن خط وسط ملعب، لو ما ابتديتش السيزون اللي بعده بخلق دوافع جديده بيحصل لك عدم استقرار فني. وهنا ليه علاقه كمان خصوصا اللي انت تقع في المطب ده، خصوصا اللي انت بتعمل روتيشن كتير. ايوه فالروتيشن الكتير مش دايما بيخلي الاداء الافضل. ليه؟ لان ليه علاقه بالجمعيه وليه علاقه باللعيب اللي جنب ده بيلعب كتير جدا فابتدوا يفهموا بعض، فابتدى ده لو في وسط الملعب بيضغط هنا اللي جنبه بيتحرك معاه، ليه علاقه بامور فنيه كتير جدا. لكن أيوة. اكيد متضايقين في الفتره الاخيره من نتائج الاهلي، اوكي ما حدش يختلف على كده، ولكن في الاول وفي الاخر انت خدت اللي عايزه من المباراه. خدت نقطه احسن من ما فيش، اللي انت يبقى عندك بس الاهلي كان هيكسب في الاخر رغم الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. الاهلي جاب جون في الدقيقه 86 وما قدرش يحافظ عليه. كابتن شادي يعني كان ناقص 4 5 دقايق والماتش يخلص. بالظبط متفق معاك، خصوصا لما تتفرج على الهدف في كسره عدديه كبيره جدا من دفاعات النادي الاهلي. وسط الملعب موجود صح، متمركز صح، الباكين الطرف متمركزين صح، الاقل باي الدفاع متمركزين صح. وفي الاول وفي الاخر انا بس عايز اقول حاجه، اللي محمد الشناوي لا يسال عن الهدف ده، كره قويه جدا من مسافه قريبه ومفاجاه. ايوه لكن في الاول وفي الاخر انت قلت كلمه هي الصح، اللي هي كان لازم اضغط بمنتهى القوه. خلاص هو دخل لعيب الاهلي. الاهلي عنده خبرات كبيره جدا. بالظبط والخبرات دي ازاي انا اجيب جول في الدقيقه 86 وما اقدرش احافظ على الكوره واستحوذ واقف صح في الملعب؟ الراجل دخل وسطيهم وسط 4 لعيبه وشاطها كده بشكل غريب جدا. لو حسبت الوقت ما بين اخر هجمه لما اتعملت كروس الكوره أيوه. ثم ارتدت في وسط الملعب للمدافع، بص التحركات لاعب النادي كلها بما فيهم الاطراف البعيده كله كان بيرجع لورا بدون ادنى مبرر. ايوه من البدايه خالص على فكره. فانت شخصيه النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي، انت لما بتجيب هدف في التوقيت ده بتقفل المباراه خلاص قتلتها. هو معنويا وسط جمهوره وقع منك، فالطبيعي انت ما ترجعوش في المباراه. ايوه لكن بخطا دفاعي اللي انت كان لازم تضغط بشكل قوي جدا اول ما الكوره دخلت 18 ما ينفعش ارجع لورا بمنتهى القوه اضغط، لان الكثافه العاديه بتاعت لاعبي النادي الاهلي كانت كبيره جدا. ولكن هرجع اقول لك في الفترة الأخيرة في بعض الأمور الفنية والروتيشن الكتير، التغيير في وقت متأخر، ده رأيي لمصلحة النادي الأهلي. احنا كلنا
نحترم النادي الاهلي ونحترم تاريخه ونحترم جماهيره، لكن في نفس الوقت لازم عشان تعالج الاخطاء، عشان الاهلي مكانته كبيره عندنا. ايوه عشان بس في البعض دايما كريم، ودي نقطه برضو مهم جدا اوضحها، لما تكون بنحب الاهلي قوي لازم لما يكون في بعض السلبيات اللي هي ممكن مش حاطط ايده تتقال عليها يعني، من مع جنب تتقال بالظبط. ان ممكن ناس تقول لك انت يعني بتهاجم الاهلي مش عارف لا كذا، لا لا، تتقال احنا عادي. النادي الاهلي خيره علينا، والنادي الاهلي هو اللي صنع اسامينا، فمن حبنا في الاهلي لازم نقول ده، زي ما بنقول بنشيد كتير جدا بالمدرب، وبنشيد كتير جدا ببعض اللاعبين، وبنشيد كتير جدا بالبطولات. هي انا حللتها لك المره اللي فاتت بخبره شويه، لان مرينا بالكلام ده كتير. الاهلي، هل الشوط الثاني الاهلي كان زي الشوط الاول؟ لا، الشوط الثاني الاهلي اتحرر، والاهلي كان كويس، والاهلي خلق شكلها فرص كانت مقصودة يا كابتن شادي، يعني شكل الراجل الشوط الأول كان يعني بيلعب زون بالظبط. ديفنس على مقفل، فكره وبدأ كريم، يغير في الشوط الثاني كمان مع نزول قفشة. هقول لك على حاجه، في ماتشات كتير جدا على فكره تابع، بيبقى في حرص دفاعي، لازم الناس اللي جنبه تتكلم معاه الشوط الأول بالظبط، دايما كده، دايما بتدخل فرق في المباراه انت اعلى من الناس فنيا بكتير جدا. أي فلازم انا النهارده على الاقل، على الاقل ما فيش فريق يقدر يضغط. ومش شجع افريكانز يعني برضو، مع احترامي بالظبط، يعني اللي انا لازم اول ربع ساعه تلت ساعه اضغط بمنتهى ان هو القوه، نازل خايف ارجع منك لورا اقفل ومضغوط من جماهيره والكلام ده. بالظبط، اضغط ابقى مسيطر، ابقى بروح للمرمى كتير، ثم ارجع، علشان ده في عوامل كتير جدا في افريقيا بتخلكش تقدر ان انت تقعد تضغط طول الوقت، وده مش منطقي. ما فيش فرقه في العالم تقدر تضغط شوطين، أكيد. لكن طيب النزعه الهجوميه لازم انت تبقى ستارت، انت عندك عناصر متميزه، انت فريق اقوى، عندك كواليتي لعيبه افضل بكتير، فليه لا؟ ليه الحرص الشديد؟ أيوه ده رايي يعني. طيب عايز أسألك سؤال مهم بقى، من أنت كنت يعني كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي وراجل مساك جامد جدا، الأهلي دلوقتي عنده أزمة في خط الدفاع، ياسر إبراهيم اتعور النهارده، عنده حاجة في ركبته لسه يعني التشخيص ما عرفناهوش، اتقال من بعثة الأهلي هناك في تنزانيا إن هي كتمة في الركبة، لكن ممكن تكون حاجة في الأربطة إن شاء الله، ما تكونش حاجة كبيرة. محمد عبد المنعم أول امبارح سبرين أنكل، التواء في كاحل القدم، بس محمد عبد المنعم هيلحق كأس العالم، أنت عارف إن الأهلي كمان 14 يوم عنده مباراة في كأس العالم، أو 13 يوم مع الفائز من اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية، فمحمد عبد المنعم هيلحق المباراة، لسه مش عارفين ياسر إبراهيم هيلحق كأس العالم ولا لأ، أو الإصابة كبيرة صغيرة لسه مش عارفين يعني طبيعة الإصابة بالظبط. الأهلي ما عندوش مساكين دلوقتي، مفيش غير رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح. الأهلي عنده يوم الجمعة اللي جاية شباب بلوزداد، والمباراة دي بعد النهاردة ما مدياما الغاني كسب شباب بلوزداد 2-1، المجموعة بقت متشابكة، يعني الأهلي عنده 4 نقط، مدياما 3، شباب بلوزداد 3، يانج أفريكانز نقطة، فالمنافسة لسه قائمة، وماتش شباب بلوزداد ماتش مهم جدا. من وجهة نظرك الاهلي الماتش الجاي، واضح ان ياسر مش هيلحق وعبد المنعم مش هيلحق ماتش الجمعه اللي جاي، الاهلي يلعب بمين؟ وهل في بدائل من جوه الملعب؟ يعني فتره كان محمد هاني ساعات بيلعبوه مساك ويدخلوا اكرم توفيق باك رايت او كريم فؤاد. قول لي كده تصورك للمباراه القادمه في غياب محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم في خط الدفاع، يعني مين يلعب في خط الدفاع؟ ما بعملش قوي، والكلام ده حصل السنه اللي فاتت في مباراه الزمالك، انا كنت فاكر عشان كنت بحلل المباراه دي. كان بخالد عبد الفتاح يلعب باك رايت ولا محمد هاني اللي باك رايت، وكانت قصه اخذت اسبوع كده كلام كتير كده. انا اللعيب اللي بيجيب في مكانه ويلعب في مكانه، انا مبدئي كده طول عمري، ما اجيبش لعيب اقعد اقيمه وهو مش في مكانه اصلا، ونبتدي بقى نحلل نقول ده والله عنده اخطاء في الارتكاز، عنده اخطاء، مش ما هو مش مكانه اصلا. اي النهارده عشان اقيم لاعب، النهارده لازم يكون بيلعب في مكانه، يكون بيجيد، لعب فيه وقت طويل جدا. هل محمد هاني في السرد باك هيجيد زي الباك رايت؟ مستحيل، ما فقدش مكانين بمكان. ده رايي طول الوقت. او ممكن يبقى في حل تاني، لو اكرم ما فيش اصابه المباراه اللي جايه، لا محمد
محمد هاني يقدر يلعب المكان ده؟ اه بيلعب يلعب بيلعب رامي بس ربيعه جنبه ويلعب اكرم توفيق بكراي. اه ما وكده تلعبش كده خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه اتنين مساكين. بص هقول لك على حاجه، انا بميل دايما للكيمياء. الانسجام يعني يعني ما بين مثلا الاثنين. لما يجي مثلا شادي هتحطه جنب، هتاخد افضل اداء لما يبقى جنبه البوم، الاثنين بيكملوا بعض. مثلا محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم انا بشوف دايما بيكملوا بعض. الاثنين بيكملوا بعض. فلازم القلب الملعب ده هو من اخطر الاماكن، لازم تقفل بيها المباراه يعني شادي محمد لو انت كولر، لو انت مدرب الاهلي ماتش جاي تلعب بمين في قلب دفاع الاهلي ماتش شباب لو في بلوزداد؟ الاصابات دي كلها. هلعب لو ياسر مصاب ربنا يرجعه السلامه، هو محمد عبد المنعم، هلعب برامي ربيعه جنبه محمد هاني واكرم توفيق بكراي. واكرم توفيق بكرت. بالظبط. تمام. طب متوقع ايه بقى الاهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعه الجاي بعد النتائج بتاعت النهارده؟ الاهلي في ملعبه برضو سيظل شغل ويظل حسابات كتير جدا في افريقيا. فالنادي الاهلي الفوز عشان يبقى خلاص يعني بتحسم المجموعه، ما تخشش في حسابات كتير جدا. ايوه ودايما الحسابات مش بتجيب الاداء الافضل، بيبقى في توتر وعصبيه خصوصا النادي الاهلي يمتلك من الجماهيريه الكبيره جدا. ايوه النهارده النهارده امام عاشور كان مش في مستواه خالص، يمكن كولر كمان غيره في بين الشوطين نزل قفش. بالظبط. بص يعني ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ وامام يعتبر من اللعيبه المهمه دلوقتي في الاهلي. بص هقول لك على حاجه، يعني امام عاشور في الوقت اللي فات ده كله كان ظهر بشكل كويس جدا مع النادي. يعني في لعيب بقى له ماتشين كده كابتن شادي مش في بالظبط مستواه. هو ده اللي انا عايز اقوله. النهارده لما تعتمد عليه بشكل طول الوقت في وسط الملعب والناس بتغير عليه وهو موجود ومع ضغطه المباريات، هو كويس اللي هو في البدايه انسجم مع النادي الاهلي. يعني في دوتات في الملعب تشوفها، تشوف في انسجام مع كهربا، في الكلام ده كله موجود. هيحصل له اب اند داون عشان حاله الفريق بشكل عام. في احيانا ظروف انت بتتمناها اللي هي تبقى افضل حال عشان اما ابدع ابقى ظاهر في افضل شكل. يعني انت شايفه مجهد شويه بسبب بالظبط بيلعب الماتشات كلها وهو الوحيد الثابت في نص ملعب الاهلي. معدل جريه كتير جدا، سد على المرمى، واحد من افضل الناس اللي بتسد على المرمى بعيد، مجهود وافر في الملعب الامانه يعني. تمام. لكن دايما يا كريم، ودي نقطه بغايه الاهميه، ان انت الحاله الفنيه للفريق بشكل عام تقدر بتساعدك تشيل من عليك شويه، وفي احيانا الحاله يبقى فيه زي ما بيقولوا كده في الكوره اب اند داون. يعني انت الوقت دلوقتي بتفقد نقاط، مريت بكام مباراه في الدوري فيهم تعادلات وكده، فبالتالي الحاله الفنيه بشكل عام ليها علاقه بالثقه النفسي، ولازم الراجل يلعب يعني يلعب الدور ده، وده قدر بقى النادي الاهلي. بجد في تعادل بالنسبه لك هزيمه، فانت لازم تشتغل الشغل ده. اولا انا قلت لك قبل كده وبكرر تاني، ثلاث نقاط ما لهمش ثالث، تثبيت التشكيل لوقت، وبعد كده لما تستقر الامور الفنيه يعمل روتيشن، التغييرات بدري، مش مثلا الدقيقه 80 والدقيقه 70 واكون شايف لعيب مش في يومه وفي حالته، حتى لو بعد ربع ساعه غير. ايوه مهما كان اسمه. طيب ليه؟ عشان الفريق ما يتاثرش. رقم ثلاثه خلق الدوافع من اول وجديد للفرق. ايوه الدنيا كلها شغاله بالعلم، لازم اخلق دوافع من اول وجديد علشان انتوا حققتوا السنه اللي فاتت نتائج مبهره، فلازم خلق دوافع، خلق انتصار بشكل معين بكلام معين، خلق حافز ما بين اللعيبه وبين بعضهم، ما يبقاش في اريحيه ان انا اجي من بيتي وعارف ان انا هلعب. تمام. خلق منافسه. طيب طبيعي جدا ان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي في المباراه القادمه مع شباب بلوزداد ويصحح المسار. هو كده كده الاهلي متصدر دلوقتي، بس طبعا ماتش شباب بلوزداد اصبح مباراه مهمه جدا، الفوز بها بيعلي فرص الاهلي ان شاء الله في تصدر المجموعه والصعود ان شاء الله لدور الثمان. عايز اسالك على بيراميدز بقى، النهارده فوجئنا. يعني انا كنت بتكلم من يومين، يوم الاربعاء اللي فات، قلت بيراميدز هيروح يكسب نوازيبو الموريتاني، ويعني بعد ما كسب مازيمبي انه بعد كده عنده سان داونز ماتش صعب، وفريق سان داونز دلوقتي اقوى فريق في افريقيا. ففوجئت النهارده باداء سيء جدا من فريق بيراميدز وخساره غريبه 2-0، رغم ان لما تشوف كده يعني اسماء بيراميدز واسماء نوازيبو او الكواليتي هنا والكواليتي هنا، تلاقي فريق بيراميدز من الفرق القويه جدا. لكن كمان النهارده فريق نوازيبو كان مطرود منه لعيب من بعد 3 دقائق من الشوط الثاني، يعني لعب الشوط الثاني كله ناقص وقدر يسجل برضه في مرمى بيراميدز.
بص يا كريم، فريق بيراميدز من الفرق اللي انا بحبها على المستوى الشخصي. تمام. مش شايف ما حدش يزايد على كلامي، انا كفرقه كوره فيها عناصر وفيها في كل مركز 3 و4 لعيبه. فريق مش ناقصه اي حاجه، امكانيات ماليه موجوده. استاد وافضل اللعيبه كل وافضل الامكانيات المدربين موجوده. كل الامكانيات. ينقصه ايه بقى؟ بالظبط كده. النهارده لازم عشان اجيب بطوله لازم يبقى عندي، علشان انا كنادي مش جماهير، انا نادي مش جماهير. ازاي لما باجي عند المنافسه بروح جاي عامل غلط؟ نفس الفكره بتاعت عاصرنا فرق كتير جدا ايام. انا مثلا كان انبي مكسر الدنيا دور اول، ما يجي الدور الثاني اول ما تدخل في المنافسه يبتدي تروح ما تقدرش تنافس زي الاهلي والزمالك. المفروض الكواليتي اللعيبه زي ما حضرتك بتقول ونوعيه اللعيبه المهاريه واللعيبه القويه جدا وفريق متكامل وحتى المحترفين بالمناسبه. ايوه. انت ليه ما بتحققش بطوله؟ ليه بيجي عند ليه بقى؟ ما انا بسألك ليه؟ اولا لازم يبقى في شغل نفسي كتير جدا. لازم تصدق ان انت تقدر تجيب بطوله. طول ما انا مش مصدق عمرك ما هتجيب حاجه. لان انا لما بكسب ثقافه الفوز، انت بتكسب لازم يبقى في استمراريه في الفوز بره وجوه وفي افريقيا. دي نقطه مهمه جدا، ما ينفعش امشي على سطر واسيب سطر. لازم الشغل ليل ونهار. لو انا، لان انت لما تجيب بطوله تتحسب لك بشكل كبير جدا، ان انت عندك امكانيات لكن لم تمتلك الجماهير. فبتقدر تعالج ده المدير الفني اللي بيلعب الدور ده مع الاداره. خلي الحاجة النهارده ثواب وعقاب على الكبير والصغير، ثواب وعقاب عشان ما يتكررش تاني من البدايه، عشان تفضل تحافظ على المكان. ثقافه الثواب والعقاب، مفيش حاجه اسمها ده لعيب كبير بعمل نفسي مغمي عيني. ما ان التاني هيشوف في العقد. يعني انت شايف ان مفيش ثواب وعقاب في فريق بيراميدز يعني؟ انا ما اعرفش، انا بتكلم والله كلامي بشكل عام. ايوه. يعني كلامي عشان تجيب بطوله لازم تعالج الحته الجماهيريه ودافع الانتصار او دافع التتويج ببطوله. شغل اكتر، تركيز اكبر، لعب طول الوقت بدون خوف وثقه في نفسه عاليه جدا عشان اعوض القصور الجماهيري والضغط الجماهيري. ايوه. مع ثقافه الثواب والعقاب عشان يبقى في حاله من الانضباط داخل الفريق بشكل كبير. يعني النهارده انت فريق مصنف، فريق بتدي ارقام كويسه جدا ما شاء الله، فريق عندك نوعيه لعيبه على اعلى مستوى في كل مكان، فعلا دي حاجه في 2 و3. يبقى النهارده لما يجي يتعادل انا كمدير كوره لازم على طول اول قرار اخده من وانا هناك خصومات قويه جدا. هو خسر ما تعادلش، خسر النهارده 2-0. انا اسف، عشان الخساره لازم على طول انت زي ما انا بوفر لك كل حاجه، لا دورك تحقق لي نتائج. يبقى في احترافيه في القرارات كمان عشان تمشي في الطريق للتتويج ببطوله. ايوه. لكن احيانا تسمع حاجات، بعض الله اعلم بقى الكلام ده بيبقى مظبوط ولا لا، لكن في حاجات بتبقى انت مثلا خسرت تلاقي ريلاكس عادي. أيوة. يمكن الابتسامه تبقى، مفيش حاجه اسمها كده. الفريق اللي يروح ليصنف مع الفرق الكبيره في الخصومات وفي اللوائح يتعامل زي الفرق الكبيره. أيوة. عشان تتوج ببطوله، لان انت عندك لعيبه، امكانيات، ملعب، كل حاجه في فريق بيراميدز الامانه. بالظبط. ان شاء الله نتمنى له التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شادي محمد، طبعا اشكرك نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شادي محمد. وعايز اقول لكم النهارده بعد خساره بيراميدز من نوازيبو الموريتاني المجموعه اتعقدت، ان مازيمبي النهارده عمل مفاجاه وكسب سان داونز 1-0. قلت لكم يا جماعه مازيمبي على ملعبه صعب جدا، يعني سان داونز اقوى فرقه في افريقيا دلوقتي، خسرت من مازيمبي النهارده في كونغو في ملعب مازيمبي 1-0، واصبحت المجموعه معقده جدا. كل فريق عنده 3 نقط، بيراميدز 3 نقط، سان داونز 3 نقط، مازيمبي 3 نقط، ونوازيبو الموريتاني 3 نقط. كمان اصبح موقف بيراميدز صعب. ليه؟ ان بيراميدز لعب مازيمبي هنا اول ماتش، فبيراميدز الماتش الجاي طالع لسان داونز، يعني هم هيسافروا من موريتانيا على جنوب افريقيا، بيراميدز هيلعب سان داونز في جنوب افريقيا، وبعدين الجوله الرابعه يجي لاعب سان داونز هنا، وبعدين يطلع لمازيمبي بره. 3 ماتشات اللي جايين صعبين جدا لبيراميدز. النهارده انا قلت ايه اول امبارح يوم الاربعاء؟ قلت لكم بيراميدز لازم يكسب الماتش ده
عشان يبقى عنده فرصه في الصعود. بيراميدز كده عنده مشكله، ان عنده ماتشين ورا بعض مع سان داونز، ماتش في جنوب افريقيا وده صعب جدا، وبعدين سان داونز يجوا هنا يلعبوا بيراميدز، وبعدين بيراميدز يطلع لمازيمبي بره، وبعدين اخر ماتش بقى نوازيبو الموريتاني يجي هنا، ده ماتش يعني في المتناول بالنسبه لبيراميدز، لكن ثلاث ماتشات ورا بعض صعبين جدا لبيراميدز. سان داونز في جنوب افريقيا، سان داونز في القاهره، مازيمبي في الكونغو، فاصبح موقف فريق بيراميدز رغم ان كل الاربع فرق ثلاث نقط زي بعض، بس اصبح موقف فريق بيراميدز صعب جدا جدا. وفوز مازيمبي على سان داونز النهارده كمان عقد الدنيا، هتلاقي سان داونز شرس جدا في المباراه القادمه مع بيراميدز في جنوب افريقيا. على العموم هارد لك لبيراميدز وهارد لك للاهلي النهارده، انا بعتبر التعادل مع يانج افريكانز بمثابه الخساره النهارده في الاهلي، خصوصا كمان الاهلي كان كسبان 1-0 وفي الدقيقه 86 وخلاص الماتش بيخلص. كمان يانج افريكانز بعد ما شفنا المجموعه يعتبر اضعف فرقه في المجموعه، اضعف من شباب بلوزداد واضعف من ميدياما الغاني، ان فريق ميدياما الغاني على ملعبه هيبقى رخم، فريق رخم على ملعبه، خلي بالكم. سيبكم ان الاهلي هنا كسبه 3-0، لكن هناك في غانا على ملعبه هيبقى رخم، مش فريق سهل على ملعبه، هيبقى يعني ماتش صعب للاهلي هناك في غانا. بس الاهلي طبعا هيلعب مع شباب بلوزداد الاول ان شاء الله رايح جاي، وبعدين يروح لميدياما الغاني. عايز اقول لكم بس بعض الاخبار السريعه كده على الاهلي قبل ما ننتقل بقى نتكلم على الزمالك وبعدين نتكلم على ماتشات الدوري. الاهلي في مأزق بسبب اصابه ياسر ابراهيم وقبليها محمد عبد المنعم. الاهلي ما عندوش مساكين، ما عندوش غير رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، ومحمد هاني ممكن يلعب مساك، يعني شفناها قبل كده كولر بيعملها السنه اللي فاتت، بيلعب مساك وبيحط باك رايت سواء اكرم توفيق او كريم فؤاد لو يعني جاهزين في بدنيا وفنيا. كمان محمود متولي بقى له فتره بعيد، فالاهلي انا بقول لكم في خطر على الاهلي، بس هو محمد عبد المنعم هيرجع، محمد عبد المنعم سبرين انكل وهيلحق كاس العالم للانديه، هو ممكن ما يلعبش ماتش شباب بلوزداد اللي جاي، وياسر ابراهيم نفس القصه، بس هيلحق كاس العالم، وكاس العالم يعتبر هو الاهم للنادي الاهلي، ان خلاص ناقص 13 يوم على مباراه الاهلي الاولى في بطوله كاس العالم للانديه، فدي مشكله. من ثلاث ايام كده كان في جلسه ما بين كابتن محمود الخطيب وكولر، الجلسه اللي كان كابتن محمود الخطيب بيناقش فيها كولر في نتائج الفريق والكلام ده، ففي الجلسه دي كولر اصر على بقاء مودست في النادي الاهلي، اللي كان فيه كلام الفتره اللي فاتت بنقول ان مودست ممكن مستواه مش كويس فممكن يمشي في يناير. كولر اتكلم مع كابتن محمود الخطيب وقال له لا انا عايز مودست يكمل لنهايه الموسم لنهايه عقده، وكابتن محمود الخطيب وافق حسب الرؤية الفنية طبعا لكولر، فمودست مكمل في النادي الاهلي. كمان غير الرؤية الفنية بتاعت كولر ما يقدروش يمشوا مودست، ان مودست جاي بفلوس كتير حوالي 1,500,000 دولار ولسه ليه مبالغ في النادي الاهلي، فلو هيمشي هيدوله فلوس كتير جدا عشان يفسخوا العقد، هيدوله بقية العقد، فمودست مكمل لنهاية الموسم. يعني انا بقول لكم انطوني مودست مهاجم الاهلي مكمل لنهاية الموسم. بدأ يبقى في كلام جديد مع علي معلول، احنا الفترة اللي فاتت كنت بقول لكم ايه علي معلول دي اخر سنة بالنسبة له. المسؤولين في النادي الاهلي مش عايزين يعني يصرفوا النظر عن علي معلول خالص غير لما يضمنوا احمد فتوح. وانا قلت لكم برضه ان احمد فتوح قريب، اقرب نادي لاحمد فتوح هو النادي الاهلي. بس مش دلوقتي في نهاية الموسم، بعد ما فتوح عقده يخلص مع نادي الزمالك. فبدأ يبقى في تفكير في الاهلي يقول لك طب ما نجدد سنة لعلي معلول، علي معلول عنده 35 سنة خلي بالكم. فعرضوا على علي معلول التجديد لمدة سنة لغاية ما يشوفوا موضوع أحمد فتوح هيخلص على إيه. فعلي معلول رفض، قال لهم لا أنا عندي 35 سنة وعندي عروض دلوقتي من أندية خليجية في نهاية الموسم، أقدر أروح لأي نادي خليجي، لكن أنا عايز سنتين. علي معلول عايز يجدد عقده، رفض موضوع السنة وقال لهم لا لو عايزين تجددوا لي جددوا لي سنتين، اللي أنا يعني عندي عروض دلوقتي ما أضمنش كمان سنة الدنيا، عايزين اقعد في الاهلي اجدد سنتين. بس طبعا كل ده مرتبط بقصه الاهلي واحمد فتوح، لو فتوح هيجي في نهايه الموسم علي معلول مش هيكون موجود، والاهلي يعني عقده هيكون انتهى مع الاهلي، وعلي معلول هيلعب في اي نادي خليجي يعني حسب العروض اللي هتجيله. يعني النهارده كولر بعد المباراه قال لك خدنا اللقاء وسط ظروف صعبه من حيث درجات الحراره والرطوبه، سعيد للغايه بعوده عمرو السوليه للمشاركه في الماتشات من جديد، لاعب مميز وصاحب خبرات كبيره،
كذلك كريم فؤاد كان مميز جدا واظهر خطوره كبيره على مرمى اليانج افريكانز، وقال ان الاهلي كان يقدر يكسب المباراه لكن غياب التوفيق واهدار الفرص، ودي طبيعه كره القدم اللي تعتبر الاخطاء جزء منها. وقال كمان كولر كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على افضل ما يكون، والبدلاء اللي نزلوا ظهروا بشكل كويس زي كريم فؤاد والسوليه وقفشه وطاهر كمان اللي نزل وازعج دفاعات فريق يانج افريكانز في نهايه المباراه. على فكره حسين الشحات ضيع واحده كانت ممكن تخلص المباراه. طيب ده بالنسبه للاهلي ومباراه الاهلي ومباراه بيراميدز، طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل باذن الله. خلينا نروح بقى للزمالك ومباراته بكره مع فريق سواري الغيني، ويعني ان شاء الله تكون مباراه مش عايز ما بحبش كلمه سهله في الكوره، ولكن الزمالك بامكانياته بمعنوياته الفتره اللي فاتت كسبان 3 ماتشات ورا بعض مع كابتن معتمد جمال، ماتش بيراميدز في كاس مصر، ماتش فيوتشر في الدوري اخر ماتش، ماتش في مع ابو سليم الليبي في الكونفدراليه اول مباراه. فالزمالك حالته كويسه معنويا وفنيا، الدنيا مستقره، الدنيا هاديه، عنده مباراه بكره مع سوار الغيني. الزمالك اتقل طبعا بلعبته بخبراته بتاريخ نادي الزمالك في البطولات الافريقيه اتقل. كابتن معتمد جمال اعلن القايمه، مباراه على فكره بكره في استاد السلام مش في استاد الجيش في برج العرب، في استاد السلام. كابتن معتمد جمال اعلن قايمه الفريق في المعسكر بقى اللي دخل معسكر النهارده، محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسه المرمى، عمر جابر وحمزه المسلوسي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق، محمد عبد الشافي وحاتم سكر، نبيل عماد دونجا ورؤى وعمر السيسي وسيد نيمار وزيزو وشيكابالا وابراهيم انضاي واوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون ايكينولا. دي قايمه الزمالك. الزمالك عنده بعض الغيابات طبعا، عبد الله جمعه لسه مش جاهز بعد الاصابات الفتره اللي فاتت، مصطفى شلبي لسه طبعا قدامه حوالي شهر شهر ونص في الاصابه الشرخ اللي عنده او الخبطه اللي عنده، الوينش لسه طبعا، حسام عبد المجيد بعد موضوع مناخيره برضه لسه، والثلاثي بقى الايقاف فتوح والزناري ومحمد صبحي برضه مش موجودين بسبب الايقاف. وعلى عايز اقول لكم ان الايقاف الثلاث لعيبه فتوح ومحمد صبحي والزناري الايقاف ده هيخلص يوم 7 ديسمبر يعني كمان 5 ايام، واداره الزمالك قالت بعد ما الايقاف يخلص الموقف في ايد كابتن معتمد، عايز يلعبهم اوكي، مش عايز يلعبهم هو صاحب القرار. اداره الزمالك قالت بعد انتهاء ايقاف فتوح وصبحي والزناري القرار في ايد قرار مشاركتهم في الماتشات او في التدريبات في ايد كابتن معتمد جمال، كابتن معتمد محتاجهم هيشركهم مش معتمد. لكن طبعا انا بقول وعلى وجه التحديد فتوح لا، يعني هيبقى اكيد في كلام ما بين الاداره وما بين كابتن معتمد جمال ان اداره الزمالك عايزه تضغط على فتوح بقصه المشاركه دي عشان يجدد عقده مع الزمالك. ليه؟ ان فتوح عايز يلعب عشان لو ما لعبش الفتره الجايه في شهر 12 ده مش هيروح المنتخب، المنتخب عنده بطوله امم افريقيا وفيتوريا قال له يا فتوح لازم تحل مشكلتك مع النادي عشان اخدك المنتخب في امم افريقيا، مش هاخد لعيب ما بيلعبش. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة، لكن ايقاف الثلاثي هيخلص يوم 7 ديسمبر القادم ان شاء الله. دي لقطات للثلاثي اللي بيتمرن بشكل منفرد، صبحي والزناري واحمد فتوح. كابتن معتمد جمال النهارده في المؤتمر الصحفي اللي هو قبل المباراة قال فريق سواري الغيني فريق جيد ونخوض مباراة الغد للفوز فقط. كابتن معتمد جمال طبعا عايز يكسب وعايز ياخد 3 نقاط عشان يأمن موقفه في المجموعة بتاعته في الكونفدرالية. كمان عمر جابر كابتن الزمالك اللي حضر النهارده المؤتمر قال سلسله الانتصارات الاخيره اعادت الثقه للاعيبه الزمالك. مدرب فريق سوار الغيني عده بن عمار، اسمه عده بن عمار، يقول انا عارف حافظ لعيبه الزمالك كويس ودرستهم وبشكر نادي الزمالك على حسن الضيافه. انتوا عارفين ان الزمالك استضاف فريق سوار الغيني هنا عشان يلعب المباراه هنا، والزمالك متحمل تكاليف فريق سوار الغيني. عثمان كونتي لاعب سوار قال نسعى للظهور بصوره جيده ونعرف جيدا ما ينتظرنا امام الزمالك. طيب عايز اقول لكم برضو حاجتين في الزمالك قبل ما نسيب الزمالك ونروح بقى لماتشات الدوري. موضوع زيزو والشباب السعودي، كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت الشباب السعودي عايز زيزو، الشباب السعودي ما بعتش عرض رسمي للزمالك. الكلام كان مع والد احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو. والد زيزو هو اللي كلم اداره الزمالك وقال لهم يا جماعه نادي الشباب السعودي عايز يشتري احمد زيزو، عايز يشتري ابني
انتوا رايكم ايه؟ فاداره الزمالك رافضه تماما طبعا فكره التفريط في زيزو، وحتى يعني لما كانوا بيتكلموا مع والد زيزو قالوا له عايز تمشي زيزو هات لنا 20 مليون دولار، طبعا رقم تعجيزي ومش هيحصل يعني طبعا ان يدفع في زيزو 20 مليون دولار من نادي الشباب السعودي رقم تعجيزي، لكن بتبين قد ايه زي ما قلت لكم قبل كده وانا قلت يعني جمله مقوله كده شهيره، قلت لو بتوع الزمالك يعني اداره الزمالك قالت كده لو بكنوز الدنيا او بفلوس الدنيا مش هنسيب زيزو. فوالد زيزو بيضغط عشان الزمالك وبيقول لهم ان الشباب السعودي عايز زيزو، ولكن اداره الزمالك رافضه تماما فكره بيع زيزو باي سعر او باي ثمن خلال الفتره القادمه. احمد مجدي مدرب الزمالك، مدرب طبعا المساعد مع كابتن معتمد جمال، مش هيحضر المباراه، انه سافر النهارده الى ويلز عشان يخلص الرخصه التدريبيه اللي هي رخصه ايه. فطبعا نتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهيعود الى القاهره بعد 3 ايام او 4 ايام، فمش هيكون موجود في المباراه بكره باذن الله. الزمالك بكره هيلعب بالزي الابيض امام فريق سوار الغيني، طبعا الطقم التقليدي لنادي الزمالك، وفريق سوار الغيني هيلعب باللون الازرق، طقم الازرق ان شاء الله. طيب دي اخبارنا عن الزمالك، وبرده في حاجه هقولها لكم برده بسرعه كده قبل ما نطلع فاصل بخصوص عمر كمال عبد الواحد. كنت انا في فتره فاتت قلت لكم عمر يعني قريب من الاهلي جدا، خلاص اعتبروه في الاهلي في شهر يناير. الزمالك فاتح معاه خط على فكره، فاتح مع عمر كمال عبد الواحد خط يعني مفاوضات، وبيقولوا له حتى انت لو رحت الاهلي انت كده كده مش هتلعب في افريقيا مع الاهلي، ما انت لعبت مع فيوتشر في الكونفدراليه. فبيحاولوا يعني اداره الزمالك ان هي تتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن عمر طلب 30 مليون جنيه في السنه حسب ما جالي من نادي الزمالك يعني، فطبعا رقم كبير جدا، والزمالك لسه كمان ما حلش موضوع القيد، ف يعني لسه ما فيش اي حاجه، بس انا بقول لكم اللي بيحصل يعني كواليس اللي بيحصل مفاوضات، وان اداره الزمالك اتكلموا مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن يعني لسه طبعا شايفين ان الطلبات مبالغ فيها، اداره الزمالك شايفه ان طلبات عمر كمال عبد الواحد مبالغ فيها، وبيقولوا ان هو طلب 30 مليون جنيه، ده كلام من بق اداره نادي الزمالك. هنطلع نشوف تقرير عن بروتوكول تعاون ما بين وزاره الشباب والاتحاد الافريقي الكاف لنقل مقر الاتحاد الافريقي الى العاصمه الاداريه، هيعملوا مقر كبير للاتحاد الافريقي في العاصمه الاداريه، ودي حاجه جميله جدا. فخلينا نشوف البروتوكول التعاون ما بين وزاره الشباب والاتحاد الافريقي لكره القدم والمقر الجديد اللي هيكون في العاصمه الاداريه للكاف ان شاء الله. طلب الاتحاد الافريقي ان المكان 6 اكتوبر لا يليق وصغير، يليق لكن صغير عليه، فهم عايزين مكان كبير الحقيقه، وكان يعني برضو في اماكن اخرى وعايزانا ودول ثانيه، لكن ده طبعا كره القدم والاتحاد الافريقي عاصمته مصر ولن تخرج من القاهره. الحقيقه كل الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وتوجيه سيادته تخصيص ارض في العاصمه الاداريه. الحقيقه ده كان شيء مهم جدا، واصبح هناك يعني مجموعه من التفاوضات، مجموعه التفاوضات ان يعني ما بين 6 اكتوبر وما بين العاصمه الاداريه، الحمد لله انهينا هذا الموضوع بنجاح شديد جدا لمشروع كبير للاتحاد الافريقي، ليس فقط مقر لكن هو مقر وفندق وملاعب. أود أن أتوجه بالشكر للحكومة المصرية والسيد الرئيس السيسي والسيد رئيس الوزراء ووزير الرياضة المصري وللشعب المصري على هذه الشراكة الجديدة والتي نتج عنها المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في كرة القدم في العاصمة الإدارية الجديدة.
الاتحاد الافريقي لكرة القدم يتمتع بتاريخ فخور مع هذه الامة العظيمة التي تتمتع بتاريخ كروي رائع. خطوة جيدة جدا وخطوة مهمة لنا كعاصمة ادارية وكشركة العاصمة، فان احنا طبعا عندنا مقر زي مقر الكاف. طبعا مصر دولة مؤسسة للكاف ولازم المقر يفضل هنا، ومن يوم انشاء الكاف هو موجود في مصر. الحمد لله احنا بنتفاوض مع الكاف ومع الفريق العمل فيه، وطبعا برعاية معالي الوزير نجحنا في ان احنا نوصل لاتفاق ان احنا ننقل المقر عندنا من 6 اكتوبر يروح العاصمة الإدارية. طبعا العاصمة الإدارية النهارده بقت جاهزة لاستقبال كل هذه النوعيات من المقرات الإقليمية لكل الاتحادات، هيبقى فيها أكبر مدينة رياضية، فيها كل المنشآت اللي جاهزة. الحمد لله الحكومة بتعمل من هناك، فخلاص يعني وصلنا هذا الاتفاق والحمد لله هنبتدي نشتغل في الإنشاءات على طول إن شاء الله. احنا النهارده في بروتوكول توقيع عقد إن احنا ننقل مقر الاتحاد الأفريقي للعاصمة الإدارية، فده في حد ذاته حاجة كويسة جدا، إن استقرار الاتحاد الافريقي في مصر لو انشئ فيها بياخد مكان كبير، يعني دليل على ان جديد في العاصمه الاداريه اللي هي مستقبل مصر، دليل على ان مصر ليها وضع خاص وفي استمراريه واستقرار لوجود الاتحاد الافريقي في مصر. فيوتشر برضو بكره ان شاء الله هيلعب مع الاهلي الهلال الليبي باذن الله في الكونفدراليه، وطبعا يعني مباراه برضو قويه لفيوتشر، لكن فيوتشر يقدر يتخطى الهلال الليبي في ليبيا ان شاء الله. نتمنى التوفيق لفيوتشر في الكونفدراليه الافريقيه. خلينا نروح للدوري ونشوف بقى الجوله السابعه اللي اتلعب فيها طبعا ماتشاتها خلال الاسبوع اللي فات، وكان يوم الخميس والجمعه فيه 6 لقاءات في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. خليني أقول لكم النتائج ونتفرج على كل مباراة كده، نشوف ملخص سريع لكل مباراة، نشوف إيه اللي حصل في لقاءات الأسبوع السابع من بطولة الدوري. الاتحاد السكندري تعادل مع زد 0-0، طلاع الجيش والجونة 1-1، وفاركو والمقاولين العرب 1-1. 3 لقاءات بتوع يوم الخميس كان كلهم تعادلات. يوم الجمعة برضو امبارح المصري فاز على إمبي 1-2-1 في الوقت الضائع بهدف ميدو جابر. الداخلية وبلدية المحلة 0-0، وسيراميكا فاز على البنك الأهلي 1-0. هيبقى ناقص لنا مباراة الداخلية والبلدية اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، لكن عشان الوقت طبعا خلينا نروح بقى لنجومنا وضيوفنا النهاردة كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن. هنروح نشوف تقرير من الكاف، الكاف بيختار مجلس إدارة عاملين رابطة الأندية الأفريقية رابطة جديدة. خلينا نشوف تقرير عن إنشاء رابطة الأندية الأفريقية الجديدة، ونستقبل حسام حسن وعمر الحلواني بعد الفاصل إن شاء الله. يوم جميل للأندية جميعا، لأنه الأندية ما كان عندها تمثيل في اليوم هذا. من ابتداء من اليوم الأندية كلها ستمثل، نادي كبير ونادي صغير كلهم لهم أدوار، وكل هذا تساعد تساعد المحترفين، النوادي المحترفة يقدروا يكفوا حالهم وذاتهم، ويقدروا يعملوا صناعة المجد يعني، وهذا الشيء كتير جميل. طبعا خطوة مهمة جدا الإعلان عن تأسيس الرابطة للأندية الأفريقية، وده طبعا زي ما رئيس الكاف أعلن أنه هو هيكون يتبعه خطوات عديدة في العمل على تطوير الكرة الأفريقية والأندية بشكل خاص، خصوصا الجزء التجاري منها، وده هيحقق السستينابيليتي أو الاستدامة للأندية دي. اسم الإسماعيلي لسه موجود ومؤثر ومختار من ضمن 80 نادي اللي مختارينهم لتشكيل رابطه الانديه الافريقيه. اول ما تم بقى توجيه الدعوه، ايه الخطوات اللي خدها مجلس الاداره، ودوركم هيكون ايه في الرابطه، ولا هي مجرد مشاركه، ولا هيكون لنادي الاسماعيلي دور في القرارات اللي هتتخذ من خلال رابطه الانديه الافريقيه؟ اكيد النادي الاسماعيلي هيتابع جلسات الرابطه واجتماعاتها وهيشارك فيها، واحنا بندرس دلوقتي اللائحه اللي اقرت النهارده، والرئيس الاتحاد حتى بنفسه قال ان هي لائحه
قابله للتعديل، لان في شويه تعديلات ممكن تخش على اللائحه دي، وهنجهز مقترح بتاع النادي الاسماعيلي وهنقدمه لرابطه الانديه الافريقيه وللاتحاد الافريقي. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، لأنها هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء كيان يضم كل أندية إفريقيا. هذه هي المرة الأولى. أنا أشكر حكومة جمهورية مصر العربية على الإعداد لعقد هذا المؤتمر، كما أتوجه بالشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأخذ هذه المبادرة، لأنها شديدة الأهمية لكل الأندية الإفريقية. نرجع تاني مع بعض، وخلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم، كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن. كابتن عمرو ازيك؟ كابتن كريم اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ زي الفل. كابتن حسام كابتن مصر عمره مقبوله ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك وعبالك ان شاء الله. عملت عمره وحسام وعمرو راح مانشستر عمل عمره برضه. اتفرجت على ماتش مانشستر و اتفرجت على ثلاث ماتشات. اتفرجت على مانشستر و مانشستر ليفربول ديربي، واتفرجت على توتنهام واستون فيلا، واتفرجت على الماتش الاخير بتاع المان سيتي والتشامبيونز ليج الاخير. فكانت ماتشات جامده قوي، ماتشات حلوه قوي. ايوه يا كابتن، جوه الاستاد كمان حاجه ممتعه بصراحه. قعدت حوالي خمس ايام، من احسن خمس ايام اتعلمت فيهم حاجه كتير جدا. اتفرج على كل تفصيله، يعني من اول ما تخش الاستاد لغايه لما تمشي، كل حاجه مترتبه، كل حاجه بنظام، كل حاجه بسيستم. بصراحه انا يعني كنت مبسوط جدا في الخمس ايام دول، حاجه جامده ولا اروع يعني. طيب خلينا نخش على طول في الموضوع، رايكم ايه في الاهلي النهارده؟ طبعا تعادل، مش عايز اقول عكس المتوقع. فرقه يانج افريكانز برضو فرقه كويسه وعندها عناصر جيده جدا بالذات في الجزء الامامي. لكن لما تيجي تبص على تفاصيل المباراه، النادي الاهلي كان يقدر يحقق نتيجه افضل من كده، ضيع فرص كتيره، وما اعرفش ايه الحاله الغريبه اللي موجوده في النادي الاهلي الفتره الاخيره، ان هو بيضيع فرص كتيره جدا في لعيبه اصلا المفروض ان رجليها موجوده في الملعب، والحاجات دي ما بتعديش منها بسهوله. كولر كان واقعي جدا جدا في المباراه، والراجل اللي رجع للسيستم والشغل القديم بتاعه، عوده علي معلول، الرباعي الامامي وتحتهم امام عاشور، سواء حسين الشحات او بيرسي تاو وكهربا وامام، هو غير بس في الطريقه شويه، ان هو بدل ما بيلعب 4 3 3 خلى امام عاشور عشان ما يلزموش دفاعيا يلعب تحت كهربا ويلعب 4 2 3 1. الحته دي جت على حساب النواحي الدفاعيه في نص الملعب، وبدا مروان عطيه واليو ديانج يلعبوا على خط واحد. دي كانت بتسهل على فريق يانج افريكانز ان هو يضرب الخطوط في النادي الاهلي بسهوله، وفي ظل عدم وجود محمد عبد المنعم، والاهلي طبعا في ظل عدم وجود عبد المنعم مش عارف يطلع بالكره بنفس القوه اللي كان بيعملها قبل كده، ان عبد المنعم عنده القدرات وعنده بدايه الهجمه من تحت، ان هو بيبني الهجمه بشكل جيد جدا. وكمان عبد المنعم عنده ميزه يا كابتن كريم، هادي، يعني ما حتى لما بيتضغط عليه ما مش بيتوتر، لا بعدي وبروح وبمشي وبيامن الناس اللي قدامه، بيبقى اللعيبه اللي قدامه وفي ظهره مطمنين. ياسر برضو ورامي النهارده اشتغلوا كويس نوعا ما، ما كانوش وحشين. لكن انا شايف ان النتيجه لا، يعني الاهلي كان يقدر ان هو يحسم اللقاء بشكل احسن من كده. بس الاهلي الشوط الاول غير الشوط الثاني، الشوط الاول كان بيدافع، الشوط الثاني نزل بيهاجم وعمل تغيير، الهجوم خرج امام ونزل قفشه. الهجوم حصل في توقيت معين، ان لما عمل التغييرات بنزول قفشه وعمرو السليه عبدالي الشوط الثاني على طول، وكمان الشكل اختلف لما وظف برده كريم فؤاد، لما نزل برده طاهر محمد طاهر لما وظفه كمهاجم. انا شايف ان التوظيف ده توظيف كويس، يعني طاهر هو مهاجم، انما جو ان هو يلعب على الاطراف، هو ما عندوش القدرات المهاريه العاليه قوي اللي موجوده عند اللعيبه، يعني هو مش لاقي مهاجم. ماشي، طب ما هو سبب ان هو مشى محمد شريف او وافق على بيع محمد شريف. خلاص بنتكلم بقى في قصه ثانيه، خلاص ده الوضع دلوقتي القائم يعني. فبدا يعني يوظف طاهر كمهاجم، وانا متفق معاك يعني، حتى قلت الكلام ده في بدايه الموسم، ان طاهر هو الوحيد اللي عنده مواصفات اللي يقدر يلعب مهاجم صريح. لا، وفي الخطه الطريقه بتاعت كولر دي بينفع، ان هو باور، عنده الباور واجريسيف وسريع وبيقدر ان هو يعمل ضغط كويس.
انما النواحي المهاريه على الاطراف مقارنه باللي موجودين لا الموضوع بعيد شويه، لكن في النهايه برضو نتيجه مش سلبيه للنادي الاهلي. انت النهارده عندك 4 بونت، لكن كنت تقدر تكسب بالظبط. هو ده اللي يضايق بقى، هو ده اللي يضايق يعني دقيقه 86 هو ده اللي يضايق بس. لكن انا شايفه مصمم كلامي مع حضرتك دايما على طول، علي معلول نقطه تحول غير طبيعيه في اداء النادي الاهلي، وتحديدا لما بيكونش فايق، لما ما بيكونش موجود بيفرق هجوميا، ولما ما بيكونش في حالته النهارده برده هجوميا عشان كان بعيد عن الماتشات شويه، رغم ان هو خد جزء نوعا ما في مباراه سموحه ان هو رجع، بس برضه تحس ان هو بعيد شويه عن الحساسيه بتاعه الماتشات دي، فرقه كتير قوي مع النادي الاهلي يعني. بس لكن الاهلي طبعا فرقه كبيره ويقدر انه يروح لمنطقه بعيده في البطوله، مجموعته اسهل من مجموعه بيراميدز. مجموعه بيراميدز ضرب نار يعني، كل النقط كلها متساويه. ودياما كمان كسب شباب بلوزداد بالظبط. يعني فالمجموعه برضه لسه 2-1 صح؟ 2-1 الماتش كان في غانا. طيب عمرو الحلواني، يعني الاهلي فرقه كبيره، والنهارده احترم فريق يانج افريكانز او اداله يعني احترام مبالغ فيه شويه او زياده عن اللزوم، ولما بدا يهاجم الشوط الثاني وصل وراح وضيع فرص وجاب جون لكن الاهلي كخبره، انا متعود دايما الاهلي يجيب جون في الدقيقه 86 خلاص الماتش خلص. الاهلي دخل فيه جون بخطا ساذج، وفين الخبرات وفين خبره النادي الاهلي في البطولات الافريقيه ولاعيبه الاهلي؟ بص يا كابتن كريم، النادي الاهلي بقاله اكتر من 3 4 ماتشات مش في احسن حالاته، مش في احسن حالاته حتى ذهنيا وبدنيا، مش هو النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، مش هو النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي الطموح اللي هي بتنزل عايز تكسب تجيب جون واثنين. حتى النهارده باين قوي في الشوط الاولاني النادي الاهلي ما كانش كويس خالص حتى تكتيكيا. بس هل ده كان الشوط الاول مقصود من كولر ان هو يلعب زون ديفنس في نص ملعبه ويشتغل على المرتد ويقفل مساحات، ولا اكيد مليون في المية صح كان باين ان الوضع اختلف تماما في الشوط الثاني؟ كان باين جدا اللي هو كان بيلعب يعني هو كان عايز يقفل في الشوط الاول مليون في المية، كان باين جدا عايز يقفل الشوط الاولاني وعايز يطلع بنتيجه ايجابيه، لو عرف يجيب جون اوكي، ما عرفش يجيب بيطلع 0-0. بس الشوط الثاني بصراحه انا شايف النادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا، كلمه سير في التغييرات، قفشه، عمرو السوليه، طاهر، محمد طاهر، اللعيبه كلها اللي نزلت، حتى كريم فؤاد لما نزل كانت كلمه السر بالنسبه لي، اللعيبه كلها ادت، اللعيبه كلها اللي نازله فريش، اللعيبه عايزه تبان حاجه، بان النادي الاهلي كان في الشوط الثاني في جبهات وكان في شغل اكتر من فرصه، كريم فؤاد راح انفراد، كذا لعيب راح النهارده، طاهر، محمد طاهر، كان باين قوي اللي كان اللعيبه عايزه تعمل حاجه في الشوط الثاني. انا اعتب عليهم بس لما النادي الاهلي جاب جون في الدقيقه 86 ويخش بعديها بثلاث اربع دقائق جون ثاني، مش ده النادي الاهلي يا كابتن، ده بيدل اللعيبه بقى لها فتره مش مركزه ذهنيا حتى دفاعيا، برضه النادي الاهلي مش في احسن حالاته في الفتره الاخيره، مش ده لعيبه النادي الاهلي، مش ده لعيبه الفرقه الكبيره اللي بتنافس على افريقيا او بتنافس على دوري اللي هو لازم تجيب جون في اي وقت، لازم تحافظ عليها يا حسام، ولازم حتى يبقى بره ارضك. النهارده لو كنا كسبنا كان هيبقى 6 بونت، كان هيبقى الموضوع كان هيبقى كويس جدا. بس انا شايف ماشي النادي الاهلي برضه ما يعني ما خسرش الاول ده يعني اول المجموعه 4 نقط ومفيش مشكله، بس انا زعلان جدا ان ماتش زي ده كان لازم تاخد الثلاثة بونت وتروح بمعنى الكلمه، يعني تبقى 6 نقط تعرف ازاي تلعب الفتره الجايه. فرقت عن الانديه عن الفرق الثانيه اللي معاك في المجموعه أكتر. محمد عبد المنعم برضه باين النهارده اللي هو يعني مش موجود في الماتش النهارده، باين اللي هو دفاعيا يعني غيابه مؤثر طبعا غيابه مؤثر جدا، لعيب كبير بقى عنده ثقه، بيعرف ينقل من تحت، عنده ثقه بقى في كونتاكت هو محمد الشناوي. لا انا شايف ان محمد عبد المنعم النهارده لعيب مؤثر جدا 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 حتى في المواقف زي دي، يعني حتى الليدر في الدفاعيا في حاجه زي كده، ما الاهلي بيجيب جون لازم اللعيبه تقف ورا كويس جدا، لازم اللعيبه تبقى مع بعض حتى في الكلام، حتى محمد الشناوي لازم يتكلم مع اللعيبه، خلاص ناقص دقيقتين، ناقص دقيقه، موت اللعب، استلم الكوره، استحواذ، يعني انا شايف اللي هي غلطه بس بتحصل في الكوره كابتن كريم. والحمد لله الاهلي ما خسرش، الاهلي خد نقطه، اربع نقط، ان شاء الله الماتش الجاي يكسبه في ارضنا ان شاء الله مع شباب بلوزداد. طيب حسام شايف موقف المجموعه ازاي؟ يعني مدياما النهارده لما كسب الشباب بلوزداد خلت لا في لسه كلام في المجموعه. يعني هو طبعا الماتش بتاع مدياما اللي فات رغم ان هم خسروا 3 من الاهلي، لكن قلنا ان هم فرقه كويسه وفرقه منظمه، قلنا على ملعبهم هيضايقوا الفرق اللي هتروح بالظبط، وعندهم انياب. النهارده بيكسب شباب بلوزداد في غانا بيسهل على نفسه الامور وبيخش تاني المنافسه، في ظل ان يانج افريكانز النهارده بيتعادل قدام النادي الاهلي عنده نقطه، وكان خسران المباراه الاولى قدام شباب بلوزداد، وبالتالي الفرص كلها متساويه برضه، 4 بونت بالنسبه للنادي الاهلي مش بعيد، يعني حتى يانج افريكانز لو كسب الماتش الجاي يبقى 4 بونت. فالنادي الاهلي اصبح مضغوط شويه، علشان كده بنقول ان الماتش كان في متناول النادي الاهلي، فبالتالي لو كان خد الماتش ده
كان خلاص هيسهل على نفسه امور كتيره جدا ويبدا ان هو يحسم بقى، لكن هو يخش في المعادله بتاعت هكسب واستنى اشوف مين اللي هيكسب ونشوف النقط هتروح بالنسبه لنا لحد فين كمنافسين مع بعض في المجموعه، لكن كمجموعه وكمنافسه شرسه كله متساوي. النادي الاهلي هو اللي ممكن يكون متسيد في الحته دي كامكانيات وكخبره وتاريخ طبعا في الماتش الجاي برضه يفرق كتير. صح. الاهلي واي فرقه هتصعد معاه ولا الماتش الجاي مهم جدا يعني عكس زاد وميدياما ويانجا افريقيا. صح. صح هتفرق. صح. هتفرق جامد جدا الجوله الجايه. بس طيب عايز اتكلم معاكم بقى في حته الدفاع في الاهلي دلوقتي. الاهلي عنده مشاكل في حته قلب الدفاع، مش مشاكل في الفنيات او في التحركات، انا بتكلم على الغيابات. تمام. عبد المنعم عنده سبرين انكل، مش هيلحق ماتش شباب بروزيل عشان يجهز لكاس العالم، لان كاس العالم الانديه قرب اه خلاص يوم 15 الاهلي هيلعب مع كسبان من اوكلاند سيتي النيوزيلندي او اتحاد جده السعودي. ياسر ابراهيم لسه مش عارفين التشخيص بتاع اصابته، بس هو قال لك حاجه في الركبه، لسه هيعمل رنين ركبه ولا شد باين، لا قالوا حاجه في الركبه بس لسه ما نعرفش كدمه اربطه، الله اعلم ان شاء الله تكون بسيطه. بس الماتش الجاي بنسبه كبيره عبد المنعم وياسر ابراهيم مش موجودين مع شباب بلوزداد. الاهلي يلعب بمين وازاي؟ كمان في محمود متولي بقى له فتره غايب، اسهل حاجه بالنسبه للراجل يلعب المنطق اللي هو كان بيعمله قبل كده. ايه بقى؟ استخدم خالد عبد الفتاح في الحته دي قدام الزمالك، رغم ان الناس كتيره ما كانتش مقتنعه مع رامي ربيعه، ما كانتش متوقعه ايا كان بقى اي حد يلعب جنب رامي. هو رامي وخالد بالظبط، يا اما يلعب بمحمد هاني ويلعب اكرم توفيق، وانا بالنسبه لي ده الافضل بالظبط، ان يلعب بمحمد هاني جنب مساك جنب رامي ويخدم على اكرم، واكرم عنده النواحي الدفاعيه عاليه فهيسهل الامور على محمد هاني شويه في حته الضغط، وفي نفس الوقت يبقى علي معلول مطمن في ظل وجود رامي ربيعه ناحيه الشمال. لكن ان انت تلعب بخالد برده، خالد بعيد شويه عن الملعب بقاله فتره كان متعور عكس برضو. عكس اكرم رجله قريبه من الملعب، ومحمد هاني برده نفس الكلام، فهتسهل الامور بالشكل ده. ده في حاله ان خلاص الغيابات تبقى مؤكده بالنسبه للناس اللي موجوده في خط الظهر، وان انت مش عايز تاخد الريسك بتاع محمود متولي ان هو بقاله فتره بعيد بسبب الاصابات. يعني لسه محمود متولي مش موجود في القايمه برضه. نفس كلام حسام، هو محمد هاني مساك واكرم توفيق الاثنين رجلهم في الملعب، الاثنين بقالهم فتره موجودين. محمد هاني لعبها اكتر من مره ولعب ماتشات صعبه كتيره جدا في مركز المساك، وهو الوحيد اللي يقدر ينفذ تعليمات مستر كولر، رجله في الملعب بيلعب مع مستر كولر على طول، رجله في الملعب. واكرم توفيق طبعا موجود الفتره اللي فاتت، فهما الاثنين بالاخص انت عايز برضه محمد هاني مساك مع رامي ربيع طبعا، يعني واكرم يلعب ظهير ايمن. خالد بعيد وماتش مهم جدا، بعيد بقاله فتره ما لعبش 90 دقيقه، حتى ما لعبش، حتى الاهلي فتره فاتت ما لعبش حتى ماتشات وديه حتى يجهز اللعيبه. فانا شايف ان محمد هاني واكرم توفيق هم الاصلح الفتره الجايه، اللي محمد هاني مساك واكرم توفيق باك رايت. طيب يعني ده بالنسبه للاهلي. نروح للبيراميدز. فوجئنا ان البيراميدز النهارده خساره غريبه من نوازيبو الموريتاني باداء سيء، ورغم فرق الامكانيات الكبيره، يعني انا كلنا توقعنا وقلنا بيراميدز هيكسب بسهوله، لكن خساره واداء وحش. وكمان مازيمبي، فاكر لما قلت لك مازيمبي هناك على ملعبه فرقه جامده حتى لو بيلاعب سان داونز، كسب سان داونز النهارده في الكونغو 1-0 بقى كل المجموعه 3 نقط. تفسر لي بايه حاله بيراميدز النهارده والخساره من نوازيبو؟ يعني خساره غريبه مع فرق الامكانيات، لكن ده بيدي لك دلاله ان خلاص زي ما بنتكلم الفرقه كلها بتتطور، اجابتي ما بقاش فيه ضعيف وقوي. يعني النهارده في المجموعه الثانيه مثلا مياديما مثلا بيخسر قدام الاهلي، بيروح يكسب شباب بلوزداد اللي كسب يانج افريكانز اللي النادي الاهلي تعادل معاه النهارده. فالمواضيع كلها قريبه من بعض، والمستويات كلها اصبحت قريبه. الفكره في الحاله، انا كلاعب كوره مجهز نفسي ولا لا، انا كلاعب كوره محضر نفسي ولا لا، انا كلاعب كوره مركز ولا لا، هو ده اللي بيفرق لعيب عن التاني. انا كلاعب كوره عايش الاجواء وان انا في بطوله مهمه ولا لا، زي بيراميدز السنه دي اول مره يشارك في البطوله الافريقيه، بدا كويس قوي اول مره يشارك دوري ابطال، بس هو لعب كونفدراليه. ايوه قصدي على دوري ابطال افريقيا. لعب قدام مازيمبي فرقه جامده جدا وليها تاريخ كبير في البطوله الافريقيه، قدر يكسبها وتفوق عليها. مازيمبي النهارده كسبان بطل افريقيا بالظبط، ومازيمبي كسبان سان داونز بطل افريقيا وبطل اللي هي البطوله الجديده الدوري الافريقي. فالفوارق ما بقتش بعيده، هي الفكره الحاله بقى، المدرب بيجهز لعيبته ازاي، بيحضر لعيبته ازاي. انا شايف ان بيراميدز الفتره الاخيره الراجل بيغير كتير قوي في التشكيل. لا انا شايف بقى ان النهارده ثقه زياده، يعني اللعيبه بيراميدز يعني رايح نوازيمو مطمن موريتانيا مطمن هيكسب، وشايف ان هناك في استقبال رئيس نادي بيراميدز من رئيس الاتحاد الموريتاني لكره القدم، ويعني في اجواء تحسس ان انت ايه، لعيبه بيراميدز رايحه
الموضوع سهل، موضوع سهل، فلاقوا ظروف في الملعب ونجيل صناعي وفرقه متحمسه وفرقه بتلعب كوره وفرقه شرسه، فالماتش زي ما تقول هرب منهم. ما انا بقول لحضرتك التجهيز، ان انت كلاعب كوره تجهز نفسك بقى، وده دور الجهاز الفني والناس اللي موجوده وكباتن الفرقه، ان هي تجهز اللعيبه وتشد لعيبه في المباراه. وزير موريتانيا عمرو اطرد منهم لعيب في اول ثلاث دقائق في الشوط الثاني، يعني بيلعبوا بيراميدز ب 10 لعيبه من بدايه الشوط الثاني، وجابوا جون في بيراميدز وهم ناقصين. لا دول لعيبه مش مركزه، لعيبه مش محضره للماتش 100%، لعيبه مستسهله الماتش من مصر، يعني باين ان هم. انت احكي لي بقى كلاعب كوره لما بتبقى نازل مثلا وحاسس انت هتكسب هتكسب وعايز ترجع نفسك في الماتش، بيبقى صعب. صعب جدا، صعب صعب لو جدا. انت مش مركز من قبل الماتش، طالما قبل الماتش مش عامل حساب للفرقه اللي قدامك، طالما قبل الماتش مش عامل ريسبكت للفرقه اللي قدامي ومركز هعمل ايه واللي لا والحاجة. واضح ان انت جاي من مانشستر قوي ريسبكت دي قال لي خمس ايام بتكلم بالانجلش بس فلازم لا بقى جاي مركز للفرقه اللي قدامي وعارف ومذاكر الباك رايت او الباك ليفت او ديفندر وعارف الثلاث نقط بالنسبه لي مهمين جدا، وكمان ماتشات في افريقيا دي كمان يا كابتن كريم لو ما كسبتش ما تخسرش بره ارضك كمان، النقطه هناك النقطه بحساب يعني، فلما تبقى ماتش سهل زي ده اللي هو مضمون في ايديك اللي انت تكسبه وتخسره، بس انت مش مستعد له كويس، مش مستعد له كويس، حتى لو انت في وسط الماتش مش هتعرف تلم نفسك خلاص، التركيز بتاعك 100% خلاص راح يعني. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن كريم، الماتش ده هيطلع بيراميدز من البطوله، ده انت عارف ان عندهم ماتشين الجايين سان داونز في جنوب افريقيا، يعني هم هيطلعوا من موريتانيا دلوقتي على جنوب افريقيا وبعدين يلعبوا سان داونز هنا الجوله الرابعه وبعدين مازيمبي بره، يعني الماتش ده كان مهم جدا بالنسبه لي. الماتش ده كابتن هيطلع بيراميدز من البطوله، الماتش ده بالذات النهارده كده بقت فرص مازيمبي اكتر، اقوى جدا، هيصعد سان داونز ومازيمبي خلاص، هم خلاص هم حافظين البطوله وبيلعبوا كتير في بطوله افريقيا، ده لازم لازم اللعيبه خلاص عارفه هتفرق معاهم بقى، لازم بيراميدز يعمل نتائج ايجابيه في الماتشين بتوع سان داونز، سان داونز رايح جاي ما هو لعبوا بنفس على الاقل ياخد 4 بوينت، لو لعبوا بنفس الفكر ولعبوا بنفس الاداء بتاع النهارده ولعبوا بنفس التركيز بتاع النهارده اللي هو اللعيبه مش مركزه 100%، لا لعب سان داونز ما هو برده المستوى ما برضه مستوى سان داونز عالي جدا، سان داونز خسران من مازيمبي فهتلاقيه برضه شرس الماتش، انا شايف ان هم صعبوا الماتش عليهم، صعبوا البطوله عليهم، صعبوا المجموعه عليهم، فانا بقول لك الماتش ده نقطه تحول بالنسبه لهم، ممكن بنسبه 80% اللي يطلعوا من بطوله افريقيا بسبب الماتش ده، بسبب اللعيبه رايحه مستهتره، بسبب ممكن المدير الفني نفسه حتى مش مهيئلهم قبل الماتش، المحاضره بتاعتهم مش 100%، اللعيبه برضه بتقرا المدير الفني برضه كابتن كريم، اللعيبه بتقرا المدير الفني برضه، اللعيب مركز المدير الفني مركز ولا لا، اللعيب بياخد من المدير الفني يعني، فممكن يكون باتشيكو نفسه مش مركز 100%، ممكن يكون اللي حواليه مش مركز 100%، فعشان كده اداء البيراميدز النهارده ما كانش في احسن حاجه، برده كانت يعني مفاجاه 2-0 برده ومطرود من الفرقه الثانيه، لا يعني حاجه كان النهارده مش مركزين 100%، اتمنى الماتش الجاي بتاع سان داونز يعملوا ماتش كويس ويحققوا ال طيب هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل بقى نشوف توقعاتهم للزمالك بكره امام سوار الغيني في الكونفدراليه، وايضا فيوتشر امام الهلال الليبي مع حسام حسن وعمر الحلاوي بعد الفاصل ان شاء الله. طيب خلينا نسالهم عن الزمالك وسوار الغيني، الزمالك قدر ان هو يتفق مع اداره سوار الغيني انهم يلعبوا المباراه هنا في القاهره والزمالك يتحمل تكاليف اقامه فريق سوار الغيني، شايف الماتش ازاي؟ يعني احنا كلنا متخيلين ان هو ماتش هيكون سهل للزمالك. احنا اتفقنا بقى مفيش حاجه سهله دلوقتي يعني كونفدراليه دوري ابطال ايا كان، بس برضه مجموعه الزمالك يعني الماتش اللي فات بتاع ليبيا يعني كله كان بيقول ماتش سهل، الماتش كان الزمالك كسب 1-0 بالعافيه، لا الماتش كان رخم رغم ان الزمالك استحواذ 90 دقيقه فرقه بتلعبك ربع ملعب بس مش عارف تجيب جون، فالموضوع صعب يعني، لكن انا عاجبني الحاله بتاعت كابتن معتمد ان هو مركز قافل على نفسه، كلام كتير ورغي كتير حوالينه وحوالين الفرقه والمدير الفني ونجيب مدرب اجنبي، لا كابتن معتمد يكمل، لا اصل الراجل قافل على الفرقه، لا اصل ما فيش سيطره في اوضه اللبس كذا كذا، لا هو قافل كويس قوي، وبعدين عنده ميزه بيكسب يعني، بكسب في الدوري، بكسب في الكاس، وبخرج بيراميدز فرقه كبيره، بكسب في دوري الابطال وعندي مهمه ثانيه في الكونفدراليه وعندي مهمه ثانيه بكره، فالمكاسب بتجيب مكاسب يا كابتن وبتجيب ثقه،
وبتخلي اللعيبه تبقى مقتنعه بالمدرب اللي موجود معاها، يعني ان انا بدي لك تعليمات انت بتاخد مني التعليمات وانت متقبل، عكس ما انا ببقى مش مقتنع بالمدرب اللي موجود معايا، ما انا ما بكسبش وبخسر والدنيا كلها عماله مخبطه معايا وعندي نقص عددي وعندي مشاكل وعندي غيابات واصابات والكلام ده، كل دي بتعمل دربكه في الحسابات. النهارده الراجل بيغير بقى في الفرقه زي ما هو عايز، يعني كابتن معتمد اول ما جه كنا بنقول هيلعب الطبيعي واسهل حاجه ومش هيغير كتير في الفرقه لان هو ما عندوش المساحه. لا النهارده بيعمل كده، قعد شيكابالا شويه بدأه شويه، العب زيزو مهاجم، العبه تحت الفيرود، لا العب باتنين ديفندر روقه ودونجا، لا مره العب بدونجا وعمر جابر واوباما، فهو بدا ان هو ياخد كمان ثقه مع اللعيبه واللعيبه مساعده على الكلام ده، وبالتالي رتم الزمالك واحده واحده بيزيد مع الشخصيه بيقدر ان هو هيلعب بنفس التشكيل لعبي ماتش فيوتشر المسلوسي وعبد الغني بنسبه كبيره، مش هيغير كتير، مش هيغير كتير، لا لا بنسبه كبيره. هو يعني بس ممكن يبدا بعبد الشافي على حسب هو عايز الماتش اللي فات قعد عبد الشافي عشان كان لاعب ماتش ابو سليم ماتش فيوتشر، ما هي مش مقياس برضه يا كابتن، هو على حسب عايز ان المباراه انا عايز اكسب ما عندوش باك ليفت، كان بيلعب عمر جابر في ماتش فيوتشر باك ليفت عشان يريح عبد الشافي، ان عبد الشافي كان لاعب ماتش ماشي عشان ماتش فيوتشر في عمر كمال، وعمر كمال عنده سرعات وعنده باور ويلعب 90 دقيقه، عبد الشافي برضه نوعا ما حته السن رغم ان هو بيقدم مستويات جيده جدا على الجزء البدني، لكن برضه هو بيحاول يخلق لنفسه حلول، ان لم يكن مثلا عبد الشافي لا قدر الله اتعور او الراجل مش موجود يبقى عندي بدائل مجهزه، تعالى عمر العب خلاص ما يبقاش متفاجئ، عكس مدربين كتير تعالى فلان العب هنا وهو اصلا مش محضره، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لان اغلبيه المدربين كمان دلوقتي في الدوري بالذات الفرق الكبيره ما بتعملش ماتشات وديه في ظل الضغوطات بتاعه الماتشات بتاعه دوري الابطال والبطولات المحليه، لكن ماتش ان شاء الله باذن الله يكون في متناول نادي الزمالك ويقدر ان هو يحقق مكسب بيديله دفعه معنويه الفتره اللي جايه. يعني عمرو الحلواني شايف ان الزمالك ماتش سهل بالنسبه له بكره مع سوار الغيني؟ ماتش سهل جدا طالما على ارضك، لو بره ارضك كنت ممكن اقول لك ماتش صعب حسب الارضيه حسب الجو حسب الاجواء اللعيبه، بس انا شايف الماتش هنا في مصر لا الماتش سهل جدا ومفيش ولا نقطه سوار، وكمان نادي الزمالك الريتم بتاع الزمالك بقى له 3 ماتشات في مكسب بيجيب مكسب، ده مهم جدا للعيبه نادي الزمالك بقى لها فتره كبيره من قبل كابتن معتمد ما يمسك، كان اللعيبه كانت ممكن تكسب ماتش وتخسر ماتشين تتعادل ماتش، ما كانش فيه الريتم اللي هو تكسب 3 ماتشات ورا بعض. انا شايف نادي الزمالك بقى له فتره كابتن معتمد قافل على التيم كويس جدا، قافل على الفرقه كويس جدا، اللعيبه الكبيره ليها دور، شيكابالا زيزو عمر جابر ليها دور كويس جدا، شايف ماتش بكره اللعيبه بنفس التركيز اللي ماشي عليه الفتره اللي فاتت لا هتعمل ماتش كويس جدا وهيبقى سهل وممكن تكسب 2 و3 كمان بكره في نادي الزمالك. يعني الفيوتشر والهلال الليبي في ليبيا انا شايف اللي هو ماتش الفيوتشر طالع من هزيمه من الزمالك ويعني الدنيا مش حلوه في فيوتشر في الدوري. بص يا كابتن كريم فيوتشر السنه دي فيوتشر كسب اول ماتش في الكونفدراليه فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي، فيوتشر السنه دي اتفرجت عليهم كذا ماتش وماشيين يعني جايبين حوالي كام نقطه في الدوري ماشيين كويس في الدوري بس انا مش عاجبني الاداء مش زي السنه اللي فاتت مش زي السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها مش دي اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبليها، هو في بتاع 3 أو 4 لعيبه بس هم اللي مشوا من فيوتشر بس الاداء مش بنفس المستوى، مش واخدين عينيك كده وتتفرج على فيوتشر، مش هو فيش الا عمر كمال عبد الواحد الوحيد اللي بتيجي تتفرج عليه تحس ان هو مختلف شويه بيعمل حاجه مختلفه، المدير الفني بتاع فيوتشر البرتغالي تقريبا كابتن كريم فورمسينيو لا مش مديني اي حاجه، مش شايف اي حاجه، مش شايف اي شغل خالص يا كابتن كريم، مش مديني اي حاجه في التكتيك او مديني اي حاجه في اللعب بتتعمل او اي خطه، شايف اللي هو عادي اللعيبه ما بتكسب اداء اللعيبه او امكانيات اللعيبه هي اللي بتظهر يعني في الفرقه. ماتش فيوتشر في ليبيا ماتش صعب جدا حسب برضو الاجواء ماتش صعب جدا، اتمنى فيوتشر يرجع لعهده القديم من السنه اللي فاتت اللي قبليها، لو اللعيبه مركزه 100% ممكن الماتش يطلع تعادل او يكسب فيوتشر يعني في ليبيا. طيب انا عايز اقول بس كام خبر كده، عندنا يعني لاعبين ولاعبات عاملين نتائج في الالعاب الاخرى قبل ما اروح اسالكم بقى عن قرعه بطوله اوروبا، لازم اقول ان انا النهارده الحلقه كانت طبعاً يعني كلها كوره وفي ناس عامله انجازات جامده جدا، عندنا نور مجاهد لاعبه منتخب مصر الناشئين ناشئات الاسكواش فازت بكولدفيلد بطوله كولدفيلد دوليه للاسكواش اللي اقيمت في انجلترا، كسبت اللاعبه الاسكتلنديه اليسون تومسون في النهائي، عندنا الناشئات اللي هم تحت 17 سنه كابتن حسام وكابتن عمرو، نور مجاهد بتكسب بطوله كولدفيلد الدوليه للاسكواش اللي اقيمت في انجلترا، دي على مستوى البنات، على مستوى الولاد بقى برضو الناشئين تحت 17 سنه محمد زكريا بيتوج برضو بنفس البطوله بطوله كولدفيلد الدوليه للاسكواش في انجلترا، بعد ما فاز على اللاعب الانجليزي
ستيوارت في المباراة النهائية. احنا ملوك اللعبة ده كابتن مصطفى. او حتى على مستوى الناشئين والناشئات. يعني خلاص ضموها في الاولمبياد. الاولمبياد بس مش دي. مش دي. اولمبياد لوس انجلوس 2028 تبقى لعبة اولمبية ان شاء الله نقدر نجيب فيها ميداليات ذهب كتير. عندنا كمان في بطولة هونج كونج المفتوح للسكواش ودي من البطولات الكبيرة على مستوى السكواش بس على مستوى الكبار. عندنا علي فرج وصل النهائي على مستوى الرجال وعلي فرج مصنف رقم واحد على العالم. طبعا. وعندنا هانيا الحمامي وصلت برضه لنهائي السيدات بطولة هونج كونج. علي فرج كسب مصطفى عسل زميله والمصنف رقم ثلاثة على العالم ووصل للنهائي علي فرج. إن شاء الله نتمنى له التوفيق علي فرج في المباراة النهائية. وعندنا هانيا كمان كسبت اللعبة البلجيكية نيل جيلس 3-0 ووصلت هانيا برضه إلى نهائي. نهائي ودي المرة الثانية على التوالي اللي هانيا توصل فيها النهائي. السنة اللي فاتت كسبت البطولة ونتمنى ان هي تكسب البطولة عشان تبقى واخدة البطولة مرتين ورا بعض. يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله. في مصر من فترة اتفرجت على اماندا صبحي هتلاعب اللعبة الامريكية. اماندا صبحي هانيا هتلاعب اماندا صبحي اللعبة الامريكية. عندنا كمان في المصارعة نجمنا محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة كان بيلعب بطولة ودية في المصارعة في في السويد بطولة كيشو معاه ميدالية تقريبا أولمبية صح؟ معاه ميدالية أولمبية وبطل عالم وإن شاء الله يعني عندنا آمال كبيرة في اللي كيشو في الأولمبياد القادمة. كسب بطولة ودية أقيمت في السويد كسب بطل فنلندا 12-0 بطل السويد 8-0 بطل أوكرانيا 8-0 وكسب بطل كرواتيا في النهائي 8-0 طبعا دي من ضمن مراحل إعداده واستعداداته برضو دي يا كابتن كريم برضو هنا في مصر الأولمبياد المصارعة هنا عندنا برضو كابتن من يعني برضو احنا جدا ملوك اللعبة دي برضو كابتن برضو لسه واخد حاجة في اليونان واخد الكبار واخد الكبار في أتينا وعايز يخش الأولمبياد القادمة بدأ يتمرن ما شاء الله عليه يعني كرم جابر أتينا والشيء حلو عليه خد بطولة على مستوى العالم في أتينا كانت في أتينا أتينا طيب خلينا نروح لبطولة قرعة بطولة أمم أوروبا منتخبات النهارده القرعة اتعملت واخد رأيكم بسرعة كده نشوف على الشاشة كده مجموعة مجموعة وتقولي لي من كل مجموعة مين اللي هيصعد أول وتاني. المجموعة الأولى دي طبعا القرعة النهارده ده بوفون طبعا بيسحب القرعة بوفون نجم الكرة الإيطالية وحارس الإيطالي الكبير طبعا. المجموعة الأولى ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا. البطولة خلي بالكم في ألمانيا. ألمانيا وسويسرا. طب ارجع بس معلش كده معلش يا عطية. المجموعة ألمانيا اسكتلندا المجر سويسرا. ها قول. ألمانيا وسويسرا. ألمانيا واسكتلندا. ألمانيا واسكتلندا ماشي. المجموعة الثانية أسبانيا كرواتيا إيطاليا ألبانيا مجموعة جامدة. أسبانيا وكرواتيا. أسبانيا وإيطاليا. اسبانيا وايطاليا ماشي. المجموعه الثالثه مجموعه سلوفينيا والدنمارك وصربيا وانجلترا برضو مجموعه جامده. انجلترا وصربيا. انجلترا وصربيا ولا انجلترا والدنمارك؟ لا وصربيا. الدنمارك منتخب جامد خلي بالك. انجلترا والدنمارك المنتخب اللي بيدافع كويس هو اللي هيكمل في المباراه. صربيا منتخب كويس بس يعني ماشي. المجموعه الرابعه هولندا والنمسا وفرنسا واللي هيكسب من الملحق بقى بولندا او ويلز او فنلندا او استونيا. يعني كمستوى الفترة الأخيرة فرنسا طبعا لعب فاينل كأس عالم وهولندا يعني فرقتين جامدين فرنسا وهولندا فرنسا وهولندا طبعا هولندا في كأس العالم كانوا جامدين جدا جدا مجموعة الخامسة بلجيكا سلوفينيا بلجيكا سلوفاكيا رومانيا واللي هيكسب بقى من الملحق الكيان الصهيوني أو البوسنة أو أيسلندا أو أوكرانيا يعني بلجيكا بقالنا كتير ما شفناش رومانيا يعني بلجيكا كمسمى منتخب جامد جدا لكن كمستوى بقى لهم فتره كبيره بعاد لكن المجموعه دي تحس ان هي متكافئه كده يعني بس اقوام بلجيكا برضه بلجيكا وممكن رومانيا يعني ممكن يكونوا يعني عندهم بقى طموح ان هم يخشوا بشكل كويس يعني على طيب المجموعه السادسه بلجيكا ورومانيا برضه بس عشان لسه ما فيش لسه مش عارفين المجموعه السادسه بقى البرتغال وتركيا والتشيك وجورجيا او اليونان او كازاخستان او لوكسمبورغ البرتغال والتشيك البرتغال والتشيك وخلي بالك اليونان اللي هتصعد من الملحق البرتغال واليونان لو صعدت من الملحق بتحب اليونان بس اليونان منتخب جدا لا منتخب جامد يعني لسه اتفرجت عليهم ماتش قريب كانوا بيلعبوا هولندا اتغلبوا 1-0 بس فرقه جامده فرقه كويسه جدا ودافع كويس جدا كمان يعني بشكرك يا حسام اشكرك يا عمرو كابتن كريم حبيبي نتقابل تاني بقى عشان الدوري ان شاء الله عندنا ماتشات في الدوري جايه ان شاء الله يا كابتن باذن الله الجوله الثامنه هتبدا على طول يوم الاثنين القادم ما
بشكر طبعا كابتن حسام حسن وكابتن عمرو الحلواني، وبشكر كل طاقم العمل في الكوره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.